قطر الندى تانية ابتدائي حساب كام؟ 2024. الرياضة، اولا قطر الندى نازل بالتصميم بتاعه ده نفس بتاع السنة اللي فاتت، ولكنه سعره ممتاز جدا جدا جدا. ده التقسيمة بتاعته هي قراءة وجمع وتمثيل البيانات، مقارنة البيانات، تمثيل وتفسير البيانات، ومقارنة البيانات بمقياس واحد، وتمثيل البيانات بالأعمدة، والتمثيل البياني المصور، وكل ده المنهج اللي هيدهولنا اهو. صور يا معلم، قطر الندى رياضة تانية ابتدائي. تمارينه كتير، ورقته حلوة جدا، وكمان سعره متقبل جدا جدا. ومنهج تانية ابتدائي مفيش فيه يعني ايه التأسيس بالنسبة لي فيه اقوى من اي كتاب منزل منهج اهو. تقييم على كل درس، والكتاب ملون زي الفل، واي كتاب يمشي في المرحلة دي. وبالعكس انا اعرف ناس بتحب تجيب لولادها في المرحلة دي والله اكتر من كتاب حساب، ان هم يكونوا شاطرين في الحساب. الكتاب حلو قوي، تمارينه كتير، وعدد صفحه اهي تمارين وتقييمات للاطفال. وهنا الفهرس بتاعه هوت بارقام ارقام الايه، ارقام الصفح. والكتاب كام يا بنتي يا مراميرو؟ عامل حوالي 223 صفحة، في تقييمات في الاخر كتير، هو 5 تقييمات تقريبا. وطبعا بعد كل درس في تقييم، والكتاب فقط عامل كام؟ عامل 968 جنيه. زي الفل، علي النعمة زي الفل. عايزين نجيب كتاب معاه ماشي، مش عايزين ماشي، اعملوا لي بقى لايك كتير، واعملوا لي سبسكرايب علشان خاطر يعني حاجات توصل للناس بقى، حاجات توصل للناس.